السلام عليكم من بين مئات الأطفال وربما الآلاف تمكن الجيش الوطني والسلطة المحلية في محافظة مأرب من إنقاذ 27 طفلة أسروا في جبهات القتال خلال الأشهر الماضية واستفادوا من برنامج دعم نفسي لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع وتم التواصل مع أهاليهم لاستلامهم وإعادتهم إلى المدارس فهم جميعا في سن الدراسة وبعضهم لم يصل بعد إلى الصف التاسع الأساسي بعض الأمهات التي حضرن لاستلام أولادهن كن قد بحثنا عنهم حتى أصابهن اليأس من عودتهم أما والدة الطفل نشمي الكميم فقد بحثت عنه في كل مكان وسألت عنه كل قيادات الحوثيين الذين جندوه وحين ضاقوا بها ذرعا قالوا لها ابنك قد قتل ولم نستطع الوصول إلى جثمانه قصة الطفل المجند نشمي الكميم ووالدته في الدقائق التاليه نتابع ثم نعود <تصفح> أنا كنت أشوف قد كان عقلي مضروب قد كنت أكل حبوب من حق المجاني اليوم فرحتي <تصفح> ما ما توصف وكنا عدو ولدي هذا عدو خلق وأكثر من يوم ولدت به عدو طفل لأن قدو رجال سرح كبير جاء يعني عدو في سن الطفولة لكن قدو ملان عيني سرحوه أخذ علي فقعس إن أنتم بتدرسوا طب وبتدرسوا مدري إيش أنا هنا في ذمار ولا بتصيروا بقعاء اتصلت لا لا تلعبوا ولدي لا المهم أخذوهم ما عاد شي بقي ذمار ما دريت أنجو كنت أقول أنجو ولدي أنا المشرف دي سر حياة علي يقول لي فلان أتصل عند فلان المهم أربعة أشهر وأنا في دوامة أربعة أشهر وأنا ما آخر شيء اتصلوا لي ولد استشهد لقينا جثته باقي عمه وولد خاله هم فوق الطقم أسرع قالوا لنا ناخذ دورة فترة ونرجع يعسكرون تبع وزارة الدفاع بعدها بزونا جلسنا دورة شهرين بزونا الجبهة طوالي قلت ادوا لي جثته قالوا لا جثته عند الدواعش ولا ما تفعلي بها قلت ادوا لي اي معلومه ان ولدي اقتنع قلبي مضيع هو قلبي ماشي ولا تحركوا ساكن اتصلت كنت اتصل عند جميع المشرفين لا يعني التمت حق المشرفين الارقام كلها لا عندي ما حد نفع بلغت العمليات لكل كل بقعه رجعت أرشق. كنت ادي الناس ماشي من انصار الله رهنت بصيرتي الشيخ يحيى منصر عنده وهو ماشي معاه رهنها عند واحد مولاه محلات في 400 ألف كنت أدي الواحد خمسين أو مئة ما عدنا داري مديت أديت تعينوا لي ولدي هذا في ثلاجات تعينوا لي جريح ولد أخي اتصل من صنعاء كان يستعلم قالوا اسمه واسمه واسم ولد خاله جرحة في مستشفى الثورة في صعدة في صعدة قالوا ماشي قد خرجوا ادري هم مشوا الساحل ميدي ما خليت وفيت بخروص بناتي على ادور ولدي حي ولا هالك اقتنع لا طول الزمن و <applause> <applause> وبزون الجبهه جات المقاومه زحفت الجيش الوطني سلمنا لهم وين وين في البق كانوا يقولوا هاجموا لا زحفوا سدوهم لا اهم شيء لا تسلموا لو سلموا باي ذبحوكم مدري ايش باي يدفنوكم جو لا عندنا حطرقوا علينا الحويسه هربوا واحنا جلسنا كنا من هنا تسعة جينا سلمنا نفسنا قلناش نفعل قد احنا وصلوا عندكم جلست شهرين وانا لا ما اخر شيء اتصلوا ما من تشم كانوا يقولوا لي في الدوره قالوا لي وقفي غدا نشمي قدو جاي نشمي رجال سيد رجال قلت نشمي جاهل لا تطمروا ولا حوض المنايا وهم يقولوا نشمي اسم على ما شاهد الله هذا علي فقعس لما اتصلوا لي آه التصلي واحد قال لي ولدش موجود لا دريت من هو ما قال لي شي من هو قلبي مصدق هكذا قلبي ما ما قطع ان ولدي مات ولا شيء اطمئنت اكثر من حان اتصل هو قال احنا مرتاحين وما قصروا علينا وهم لفونا آه من معركه معانا الآلي والقرن حقه في المقدمه يقدموا لهم الاطفال هكذا وكثر الله خيركم ورضي الله عليكم اليوم عيد أيا العيد اليوم اليوم فرحتي اليوم ما, ما توصف فرحتي بولد قلبي قد كان ضايع مني ما قد كان ضايع مني قد كان ضايع ما عاد دريت اين هو الله يحفظكم طيب لو ما شاء الله يعني شلو ما ما داري ولا كيف قلوبه يوم شاء الله قلت لك أنا يقولوا له جه ويرجع لعندي يومها اقول له صدقهم يوم ما قالوا قالوا انت داري داريهم بيدرسونها انا وقالوا والله ما نخرج من دمار بنرجع ندرس حالا ابو يمين حتى انا عندما اتصلت لا تلعب ولدي علي فقعس الشيخ علي بن علي فقعس قال لي ما هم بيدرسونها انا والله ما يصير وجبها طلعوا خلاص كيف اقصد يعني لو كيف تعاملهم معاكم الفتي لو ما شلوكم لهنا الحوثيين قالوا لك في البدايه بتدرس وبعدين قالوا لنا البدايه نأخذ دوره فتره ونرجع يعسكرون تبع وزارة الدفاع بعدها بزونا جلسنا دورة شهرين بزونا الجبهة طوالي وبزونا الجبهة جات المقاومة زحفت في الجيش الوطني سلمنا لهم في البقر طيب اقصد كيف كانوا وقت المعركه يعني شفت ناس ماتوا زملائك اطفال ما هم هربوا هربوا يعني سحبوا سحب. وانت في الجبهه ايامك في الجبهه السمط. هم قد في الجبهه الأسبوع هكذا أه. ما قد نصبو وسلحونا ودونا الذخيره كانوا يقولوا لكم مثلا كانوا يقولوا هاجموا لا زحفوا سدوهم لا اهم شيء لا تسلموا لو سلموا يذبحوكم ما ادري ايش يدفنوكم آه جو لا عندنا هترجعوا علينا الحوايسة هربوا وإحنا جلسنا كنا من تسعة جينا سلمنا نفسنا قلنا نفعل قد إحنا عملوا لا عملت أخوه ما يعني لا ضرب ولا ذبح ولا الحمد إن شاء الله تاسع برجع واصل دراسي وصف تاسع إن شاء الله معكم دكتور أنا أكون درس لا ندري هل سيتمكن هذا الطفل من العوده الى المدرسه فعلا وتحقيق هذه الاحلام الورديه وهو الطفل الناجي من الموت باعجوبه بعد ان وضعه الانقلابيون في الخطوط الاماميه وتركوه مع تسعه اطفال اخرين بلا اسناد بعد ان ارعبوهم نفسيا وحذروهم من الاستسلام. هل سيترك الحوثيون هذا الطفل وعائلته ليعيشوا في سلام بعيدا عن الحرب والسلاح هل سيجد هذا الطفل مدرسة يدرس فيها ومدرسين سبق أن تابعنا عمليات إفراج عن أسرى وما إن يعودوا إلى أسرهم في مناطق سيطرة الميليشيا حتى تبدأ الضغوط عليهم للعودة إلى صفوف القتال والظهور على وسائل إعلامهم للتحريض على الحرب مشاهدين الكرام واقع تجنيد الأطفال في اليمن وعمليات اعاده التاهيل التي استفاد بعضهم منها موضوع نقاشنا مع المحامي والناشط الحقوقي عبد الله الموساي بعد فاصل قصير تفضلوا بالبقاء معنا اقول لك من تعزل القرية حرب. انا كنت بدحي بالباشا حرب عصم بالحصاب قاموا دق دق بيت الحصاب رجعنا ورجعنا للبيت حقنا الحصاب قام دق دق وخربنا وخربنا للبرباشا نرجع للحصاب وخربنا للبرباشا نرجع للحصاب في حال مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام كما ارحب بضيفي المحامي والناشط الحقوقي عبد الله الموساي من محافظه مأرب مرحبا بك سيد عبد الله مرحبا حياك الله بدايه ما هو الاطار القانوني لعمليه تجنيد الاطفال كيف ينظر اليها القانون اليمني أولاً الإطار القانوني لعملية تجنيد الأطفال مبني على عدة قواعد منها أن الدستور الجزء الجمهورية اليمنية المادة 148 حرمت تجنيد الأطفال واعتبرتها وفقا للاتفاقيات الدولية ومعاهدة ينيف تعد جريمة حرب كما أن القانون رقم 48 بحماية الأطفال الذي نص على حق الأطفال في التعلم والحياة وممارسة حياتهم والعيش والتمتع بحياتهم الى اخر القانون مبني ايضا مبني على حمايه الاطفال في ضوء قواعد ومبادئ القانون الانساني الدولي لقد لقد اثبت في القرن العشرين المعاصر ان ان الحروب تستهدف المدنيين بصوره مباشره وتجب هذه الحمايه المدنيين والاخاصه منهم الاطفال ويلاحظ في اتفاقيه جنيف الرابعه بشان حمايه المدنيين وقت الحرب عام 1949 والتي تعترف بحمايه عامه للاطفال باعتبارهم اشخاص مدنيون لا يشاركون في الاعمال العدائيه وتعترف لهم ايضا بحمايه خاصه وردت في 17 ماده على الاقل ولما كان البروتوكولان المؤرخان في عام 1977 والاضافيه لاتفاقيه جنيف عام 49 الذي حدد هذه حمايه الاطفال وقد تكون وقد تأكد هذا الأمر مع تبين الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأطفال عام 89 التي شكلت منعطفا حاسما في تاريخ الطفولة حيث أصبح ينظر إلى حماية إلى حقوق الطفل على أساس أنها حقوق إنسانية وعالمية لا يمكن التغاضي عنها والحماية هي مجموعة من الضمانات والحصانات الكفيلة باحترام حقوق الإنسان في الحروب ومنها حقوق الطفل والتي نص عليها القانون الدولي والدولي واليمني وهي ترسخ الحصانة القانونية والضمانات الفعلية للتمتع بالحقوق إن تأثير الحروب على الأطفال قد يكون مباشرا عند اندلاع الحروب ومن ثم يجب أعمال كافة القواعد التي تحمي الأطفال خاصة من هذه الحروب والقصف وتحميهم من الألغام التي تصيد ضحاياها لسنوات طويلة إذا إذا سيد عبد الله، سيد عبد الله هناك مجموعة من النصوص في التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية لحماية الأطفال من التجنيد وأيضا يعني منع استغلالهم في الأعمال العسكرية أثناء الحروب، لكن الميليشيا كما نرى تقوم بالتجنيد اليومي لهؤلاء الأطفال، كيف يمكن تكييف هذه الجريمة بالنسبة للميليشيا ومن سيساءل بالضبط عنها؟ كما ذكرت لك سابقا ان تجنيد الاطفال يعد جريمه حرب ويعد انتهاكًا للانسانيه ويسال عنها من قام باستغلال هؤلاء الاطفال واستدرجهم الى جبهات القتال وزج بهم تحت حجج واهيه واستغل الظروف التي يمر بها سواء الاطفال او اهالي هؤلاء الاطفال. لا يخفى على الجميع ان نحن في محافظه مارب قمنا باكثر من عمليه لاطلاق مجموعه من الاطفال على المختطفين من قبل ميليشيات جماعة الحوثي التي تم الذي تم تجنيدهم والزج بهم إلى جبهات القتال نعم تابع الجميع آه، تابع الجميع ويتابعون دائما ما يحدث من عمليات إعادة تأهيل للأطفال في محافظة مأرب بعد أن يتم أسرهم من الجبهات أثناء قتالهم مع الميليشيا لكن دعني أعود إلى ذات النقطة عندما يتم تجنيد هذا الطفل ويذهب الى الاعمال العسكريه انا كاب من الذي يجب ان يعني من هو الغريم بالنسبه لي؟ هل هي الميليشيا هكذا بالمطلق ام انه شيخ المنطقه ام عاقل الحاره ام من دل على ولدي؟ من هو الغريم المباشر الذي سيكون امامي يعني اذا ما رفعت دعوه قانونيه في مستقبل الايام خاصه للاسر التي فقدت اطفالها في هذه المحارق. وأن تتعدد المسؤولية القانونية أولا تبدأ من الأسرة إذا الأسرة رضيت عن تجنيد أطفالها وزجت بهم بنفسها تمام آه الناحية الثانية تبدأ من آه من, آه من عاقل الحارة إذا تم هو هو من رتب تجنيد هؤلاء الأطفال أو مشرف هذه الجماعة في الحارة والمدينة والقرية والعزلة آه والمسؤول عن هذه القرية والعزلة المسؤول المبشر قبل هذه الميليشيات سواء كان شيخا أو مشرفا أو عاقل حارة أو مسؤولا أمنيا أو معلما أو إلى آخره من قام بالزج بهؤلاء الاطفال ايا كان لا يعفى ولا ي... ولا ولا, ولا... لا يعفى من المساءله القانونيه الجان... 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 سواء وفقا للقانون اليمني ودستور الجمهوريه اليمني او الاتفاقيات الدوليه من عام 1949 الى اخر اتفاقيه الاطفال عام 1989 التي حرمت تجنيد الاطفال والزمت الدول والحكومات بحمايه هؤلاء الاطفال ومن لم يجد له عائلا او معين من هؤلاء الاطفال. سيد عبد الله ما هي الاجراءات؟ يعني اذا ما اخذ الاطفال عنوه من بين ايدي اهاليهم ونحن تابعنا ان بعض الاهالي حاولوا الدفاع عن ابنائهم وتعرضوا بعضهم حتى للاعدام الميداني نتيجه هذا الرفض، كيف يمكن لهذه الاسر ان توثق بدايه هذه الماساه؟ كيف توثق عمليه انتزاع اطفالها او إغواؤهم من المدارس والشوارع والطرقات؟ إلى هذه المحارق ما هي الخطوات واحد اثنين ثلاثة يعني ندل هذه الأسر على هذه الإجراءات أولا الأسر التي لا زالت تقبع تحت حكم هذه الميليشيات يعد التوثيق لها صعبا للغاية ولا يقدرون وجد يقدر الميليشيات للأسف الشديد ألقت القبض على عدد مع العدد من راصدين من المنظمات سواء المحليه او الدوليه اقصد يعني تدوين التاريخ تدوين اليوم يوم يوم اخذ هذا المجند لا أخذ. لا أخذ. الاسماء من الذي قاموا بهذه العمليه سواء كان مشرف او ما شابه هل هذه الخطوات يمكن ان تجدي؟ نعم الذي يجب على 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 ذوي هؤلاء هؤلاء الاطفال اولا ان يقومون باليوم الذي اتى اليهم المشرف او عاقل الحاره او الشيخ او الى اخره ويدون هذا اليوم متى اختفى طفلهم في اي يوم وفي اي ساعه؟ من الذي كان كان يرافقه؟ الى أند... الى اين ذبه... ذهبوا به الى أي... ل... 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 لكي يتلقى دوراتهم التي يسمونها بالدورات الفكريه آه المسؤول عن هذه المنطقه والمشرف لهذه الجماعه آه التي قامت بالزج بالاطفال في التجنيد آه تدوين بلاغ سواء للسلطات او لعاقل الحاره ان وجد وان قدروا على ذلك أو المنظمات العاملة في هذا المجال والأرقام للنش... للناشطين والمنظمات يا أخي اليوم أصبحت متاحة وسهلة عبر الواتساب و... ومجموعات التواصل أصبحت يعني ميسرة نعم نعم أضف إلى ذلك وجب عليهم أن ي... أن يرسلوا بطائقهم الشخصية سواء الأطفال أو الكرت العائلي لأن التوثيق يشترط عدد من الشروط هو البطاقة الشخصية سواء للمبلغ أو الضحية أو أقاربه لكي يكون هنالك ملف متكامل لهذه الضحيه نعم شهادات الميلاد كذلك والشهادات المدرسيه ان امكن بدون شك ان امكن لكن نحن نقتصر على الاشياء التي تحفظ عنوان هذه الضحيه ان لم تكن لديه شهاده ميلاد او شهاده مدرسيه الى اخره العناوين الرئيسيه التي تحفظ عنوان هذه الضحية إن وجد العنوان حفظة الحقوق وإن لم يجد العنوان الش... آ... العنوان ووجدت الشهائد والهذا بدون وجود العنوان لا يعتبر هذا لا يعتبر هذا توثيق و... ويعتبر ضايع وانوثق هل هل تقصد بالعنوان عنوان سكن الأسرة أم ماذا؟ نعم عنوان سكن الأسرة هو أقرب شخص يمكن التواصل معه في حال في حال تم تحريك هذا الملف آ... لكي تحفظ حقوقهم من الضياع. نعم إذا هذه هي الإجراءات التي يعني يطالب بها الأهالي. حين يتم لا قدر الله يعني اخذ اطفالهم الى الجبهات. سيد عبد الله هل هناك احصائيه لعدد الاطفال المجندين في صفوف الميليشيا؟ اخر تقرير صدر في العام 2017 عدد الاطفال الذي تم تجنيدهم اكثر من 11000 طفل من قبل ميليشيات جماعه الحوثي، هذا صادر عن منظمات مجتمع مدنيه يمنيه. اضف الى ذلك ان اخر تقرير لمنظمه لمنظمه ذكر ان ثلثي مقاتلي جماعه الحوثي هم من الاطفال آه تم رصد وهذا هذا في ناحيه المجندين اما القتلى فقد تجاوز العدد اكثر من سبعه من من ثلاثة ألف قتيل من الاطفال في كل الجبهات المستعيره في الجمهوريه اليمنيه للاسف الشديد يتم الزج بهؤلاء الاطفال والتغرير بهم ووضعهم في المقدمه ووضعهم كبش فداء لهذه ووجود لهذه الحرب التي اشعلتها جماعه الحوثي الحرب الظالمه على اليمنيين. آه وثقت, وثقت على مستوى الجمهوريه اكثر من 700 حاله للاطفال للاطفال الذين قتلوا ووصلت معلوماتهم متكامله. أضف إلى أكثر من ثلاثة أو ستة وسبعين قصة لهؤلاء الأطفال من قصص الأطفال المؤلمة سواء الذي قُتلوا في جبهات القتال أو الذي انفجرت بهم الألغام أو من أو جراء العصف القصف العشوائي على المدن اليمنيه في هذه الحرب. سيد عبد الله هل عايشت يعني شخصياً حالة بعض الأطفال المجندين؟ يعني اطلعت بشكل شخصي واختلطت بهم؟ نعم يا أخي ماذا أقول لك؟ لقد أكثر من حالة بل حالات. اخرها على سبيل المثال الاطفال الذي اطلقوا قبل اطلقتهم السلطات المحليه بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في محافظه مأرب منها هود وشاهد وباشراف مكتب حقوق الانسان في محافظه مأرب آه لا اخفيكم شكا ان هنالك اطفال سواء من ذمار او من اب او من الحديده او من حجه آه ومن عمران لكن القصه الانسانيه التي تداولت على على صدى كبير هي احد الاطفال من محافظه حجه هو يتيم الأب والأم وهذا الطفل يا أخي كان متجها إلى العاصمة صنعاء فأوقف في إحدى النقاط وأخذوه وقالوا له أنت ملك للسيد وزجوا به في جبهات القتال لأكثر من ثلاث لأكثر من ثلاث سنوات حتى آخر جبهة زجوا به فيها في جبهة ميدي وأصيب وتم نقله إلى المملكة العربية السعودية وعولج هناك ثم سلم للحكومة اليمنية وبدورها سلمت للسلطات في محافظه مأرب التي قامت بتاهيل هؤلاء الاطفال باشراف منظمات المجتمع المدني ومكتب حقوق الانسان وتم الافراج عنهم هكذا انت انت ملك للسيده حسب حسب ما قيل قال انت ملك للسيد لانه يتيم الاب والام نعم يقال ايضا ان هناك اطفال مجندين في الجيش الوطني هل لديكم معلومات عن ذلك هل قمتم بالتحقيق في هذا الامر للاسف آه الشديد آه حصلنا على عينات من ال الاطفال المجندين في ال الجيش اليمني لكن استطعنا كمنظمات مجتمع مدني ان آه في آه قبل آه يجي ثمانية اشهر من تاريخ اليوم من ان نقابل رئيس الاركان اليمني في حينها آه اللواء ركن محمد علي المقدشي واصدرنا منه قرار بعدم تجنيد الاطفال اضف الى ذلك التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اللواء خصروف الذي أصدر بيانا بعدم تجديد الأطفال استطعنا أن نخرج عدد كبير من هؤلاء الأطفال اتضح لنا في الجيش أن هذه العينات من الأطفال أنها لا تروح إلى جبهات القتال نحن لا نبرر للجيش اليمني ولا نبرر تجنيد الأطفال لكن نظهر الحقيقة للعالم أنها مثل ما تقول بسبب الظروف التي تمر بها البلاد واحتياج الناس نعم الوضع الاقتصادي الشديد أنهم يعطون كضمان أو رواتب لأسرهم وكفالات ليس إلا لم نرصد أي, أي أطفال قتلوا في جبهات القتال مع الجيش الوطني سوى حالة واحدة في مديرية في في جبهة بيحان في الساقة سابقا وهي كانت عن طريق الخطأ ليس عن طريق القتال. إذا على أي حال يجب أن تختفي هذه الظاهرة حتى من صفوف الجيش الوطني وإن كانوا يعني في المؤخرة ولا يعني يشاركون في أعمال عسكرية إلا أنه من حيث المبدأ هذا الأمر مرفوض لدى الجميع. ماذا عن برنامج التأهيل الذي استفاد منه الأطفال السبعة والعشرين؟ الذين تم الافراج عنهم مؤخرا يعني اعطينا فكره عن عن هذا البرنامج يا اخي برنامج التاهيل هو تعاون وجهد ذاتي للمنظمات المجتمع المدني في محافظه مارب وعلى راسها منظمه شاهد وهود ومكتب حقوق الانسان بالتعاون مع اداره الامن في محافظه مارب هو برنامج بالامكانيات المتاحه لهذه المنظمات كان البرنامج في الجانب النفسي والفكري والاجتماعي أحضرنا طبيبة نفسية لهؤلاء الأطفال عائشة هؤلاء الأطفال قدرت أن تفك كثير من العقد لهؤلاء الأطفال نحن نطالب بدورنا كمنظمات مجتمع مدني من الحكومة ومن رئيس الجمهورية أن يوجدوا أماكن للرعاية والتأهيل لمثل هذه الحالات كونها مستعصية وتحتاج إلى فترة كبيرة من التأهيل الفترة التي أخذوها من قبلنا هي جهد ذاتي ليس إلا وبدعم من السلطة المحلية وفي اماكن هي لا ترقى الى اماكن التاهيل ولذا لكن نقوم بما نقدر ان نقوم به هذا هو جهد المقل كما يقال هل هناك اطفال اخرين يخضعون لبرنامج تاهيل مشابه ام ان هذا هو العدد الاجمالي 27 الذين تم تسليمهم؟ لا اخضعنا كثير من الاطفال سواء قبل سنه او ثلاثه اشهر اضف الى ذلك ان مركز الملك سلمان يقوم بتاهيل عدد من الاطفال على مستوى الجمهوريه اليمنيه اين اين يتم هذا التاهيل؟ قال قام بها في محافظه مارب والجوف وتعز واغلب المحافظات تم تاهيلهم في محافظه مارب نظرا سواء من محافظه عمران او صنعاء الذي تم تاهيل هؤلاء الاطفال في محافظه مارب نظرا لان هذه المحافظات لا زالت تقبع لسيطره ميليشيات الحوثي نعم هو برنامج صراحه استمر استمر لفتره كبيره من قبل مركز الملك سلمان ويشكر عليه لكن نرجو نرجو ان من الحكومه ان 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 تضع وتخصص اماكن محدده لرعايه هؤلاء الاحداث لكي يتم تاهيلهم تاهيلا نفسيا وعلميا واجتماعيا وثقافيا وفكريا ويتم فك العقد النفسيه التي لدى هؤلاء الاطفال. نعم هذا يقودنا للسؤال عن البرنامج هل مده هذا البرنامج كافيه و آه يعني آه الامكانيات التي فيه وهل يمكن ان تستوعب عدد اكبر من هذا من هذه الاعداد لانه يعني نتحدث عن ألف طفل مجند لدى الميليشيا بينما من تلقى آه من برامج التاهيل 27 او عشرات اخرين هل هذا الجهد كافي؟ احيطكم آه علما ان نحن في محافظه مارب آه باشراف الدكتور النفسيه الاستاذ الدكتور مهيوب المخلافي وهو متخصص في هذا المجال مع نخبه من علماء النفس والمختصين في الشؤون في الجانب الاجتماعي والفكريه عدينا برنامج متكامل ويعد الفريد من نوعه وبجهود وخبرات لخبراء يمنيين سبق وان دربنا به الحالات السابقه اعطى ثماره واعطى واتى اكله هنالك حالات وحالات لا يتسع المجال لذكرها ولذكر قصصهم ولما عانوه وكيف تم معالجتهم في الجانب النفسي والفكري والاجتماعي وكيف انهم ادمجوا هؤلاء الاطفال قدرنا ان ننزع فكره على المتارس وان نعيدهم الى المتارس من قام مركز الملك سلمان بتاهيلهم لا زالوا الى حد الان يتابعون ويلاحظون وهذه خطوه جيده وجباره نظرا لامكانيات هذا المركز الذي استطاع ان ان يبقي هنالك مشرفين ومتابعين ودورات وان يقوم بمراقبه هؤلاء الاطفال نعم عن عن الرقابه سيد عبدالله هل تعتقد ان هذا البرنامج كان كافي لي ليصمدوا امام الضغوط التي سيواجهونها للعوده الى جبهات القتال من قبل الميليشيا الحوثيه؟ للاسف الشديد شهر او شهرين لا يكفي يا اخي لما تعرض له هؤلاء الاطفال. في بعض الحالات كان بعض الاطفال يصحى من النوم وهو يأتي مثل الكابوس نساله لماذا يقول اتخيل اني في الجبهه او احس بصوت اذا سمع صوت باب او رجه او هكذا تخيل انها قذيفه مدفع او الى غيره الضغوط النفسيه كبيره وشديده وهؤلاء يحتاجون الى فترات طويله لكن نحن نعمل بالمتاح والمتيسر لدينا كمنظمات أكثر. اقصد يعني كيف سيقاومون ضغوط الميليشيا هم واهاليهم للعوده إلى جبهات القتال بعد أن تم الإفراج عنهم هل تأخذون على الأقل ضمانات من أولياء الأمور بعدم عودتهم ل... يعني تسليم أولادهم مرة أخرى للميليشيا وعودتهم للقتال الضمانات يا أخي لا, لا أقول لك أو أكذب عليكم أننا نحن نأخذ ضمانات لكن يتعهد الطفل ويستلمه رسميا من قبلنا ويلتزم من وان تعرف حرقه الاب والاسره على ابنائهم بأن لا يتركوا اولادهم فريسه لهذه الميليشيات مره اخرى يتعهد الاطفال يتعهد اولياء الامور بأن لا يفترض ان التعهد سيد عبد الله ياتي من من اولياء الامور كون هؤلاء اطفال دون السنه القانونيه حتى تعهداتهم لن تؤخذ يعني وانت المحامي ماخذ ما قانوني هو بقدر المستطاع يا اخي ولا المفروض أن توجد لهم دور اماكن للتأهيل لفترات طويله لكي وأن يحفظ هؤلاء الأطفال لا أن يعودوا إلى محاضراتهم لكن نحن كما ذكرت لك بالمتاح وباليسير وبالجهد الذي نريد أن نظهر به هذه هذه الجريمة النكراء والشنعاء للعالم سواء في الداخل أو في الخارج ولأولياء الأمور لعلهم يتعظون ويعودون إلى رشدهم بأن لا يزجوا في أولادهم إنهم من إنهم من زجوا بهم لكن للأسف الشديد أن أكثر الحالات هي مختطفة سواء من الشارع أو من المدرسة أو من النقاط العسكرية أو غرر بها شخص من هنا أو من هناك للأسف الشديد ثبت أن بعض معلمي المدارس يغررون لبعض الأطفال الذين لا يعون ما معنى الحرب ولا يعون ما معنى ماذا يعني الحرب أو أن تحمل آلية آل آل غرر آل آل بهم مدرسوهم إلى جبهة ومترس نعم نعم في بعض الحالات ووردت هذه الحالات في عمران وللأسف الشديد وفي حجة المدرسين أنفسهم هل يعني تحصلتم على أسماء هؤلاء المدرسين للأسف الشديد يا أخي أن الأطفال آه يقولون ما أبو فلان وأبو فلان نحن نحاول أن, أن ننتزع منهم بقدر المستطاع، لا أن نضغط عليهم يوجد لا يوجد لسنا جهات أمنية أو استخباراتية، نحن نؤهل باللين وباللطف وبال لا نريد أن نحسس الطفل هذا أن نضغط عليها أو أن نستخدم أساليب بوليسية، نحن منظمات مجتمع مدني نأخذ ما 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 خرج من هذا الطفل برضاه وبقناعته النفسية والشخصية. واضح واضح،, واضح سيد واضح عبد الله قلت أن لديكم برنامجا متكاملا يعني بذلتم فيه الجهد لاعاده تاهيل هؤلاء برامج نفسيه وتوعويه ماذا عن دور الاعلام؟ هل تنوون ان تشركون وسائل الاعلام المختلفه معكم في هذا الجهد؟ آه الاعلام هو 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 الجانب الاهم في هذا الشيء يا اخي ونحن مستعدون ونشكر الاعلام على ما يقوم به الاعلام لا لا نقدر ان نعطيه حقه هو يقوم بجانبه الاكبر وهو المساعد الاول لاظهار هذه الحقيقة اما نحن فنستغل في اماكن مغلقة لكن الاعلام ياتينا وينشر هذه الدورات وينشر هذا ونحن علي استعداد تام ان نشرك الاعلام سواء المحلي او الدولي المقروء منه او المسموع وان نطلعهم على هذا البرنامج والبرنامج ليس حكر لاحد دون احد مستعدين ان نعمم هذا البرنامج لمن يريد ان يقوم بهذه الدورات التاهيليه سواء في مارب او محافظه مارب هذا عمل انساني نعم يعني 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 فالتغطيه ف... الاعلاميه الواسعه وتحويل هذه البرامج الى مواد اعلاميه قد يسهم في انتشار مساله الوعي وتحصين الناس قبل ان يذهبوا باولادهم الى جبهات القتال هناك سيد عبد الله من يلوم الجهات المسؤولة عن الإفراج عن هؤلاء الأطفال ويتساءل لماذا لا يتم مبادلتهم مع ميليشيا الحوثي كأسرة مقابل أسرة أو مختطفين لدى الميليشيا هل لديكم تفسير لهذا التساؤلات وهذا الانتقادات يعني كيف يمكن الرد عليها؟ وجهت وجهت لنا الكثير من الانتقادات واللوم سواء في الصفحات الشخصيه لنا على مواقع التواصل الاجتماعي او على الواتساب كم هائل من الرسائل منهم من يشتم ومنهم من يلوم ومنهم من يقدح ومنهم من يخون ومنهم من يقول الى اخره نعم. الكلام لا يكمل لكن الاهم من ذلك نحن نتعامل بالمبدا الانساني ولا باصلنا وبحضارتنا وبثقافتنا نحن لسنا مليشيات نحن نمثل مجتمع يعي ماذا يعني الطفل مجتمع لا يبادل بالأطفال لا يستخدمهم وسيلة للتبادل بالأسرى أخي نحن أولياء قبل أن نكون مدربين أو أن نذكر هذه الحرب الظالمة التي أشعلتها هذه الجماعة نحن نتحدث عن الجانب الإنساني نحن نتحدث عن الأبوة عن الطفولة عن الرحمة عن الإنسانية عن ديننا الإنساني الحنيف لا يجوز أخي أن نبادل أطفالا بأسرة أو أن نلزم الحكومة وصلت لك. الفكرة سيد عبد الله هل من رسالة أخيرة لأولياء الأمور في مناطق سيطرة الميليشيا نعم أقول لأولياء الأمور اتقوا الله في أنفسكم اتقوا الله في فلذات أكبادكم لا تزجوا بهؤلاء الأطفال إلى جبهات القتال وإلى المحارق مهما, مهما, مهما قسى عليكم الأ... الوقت أو أصابتكم من عوزة وحاجة فهؤلاء فلذات أكثر أكبادكم هؤلاء ثمرة عمركم هؤلاء شقاكم هؤلاء هم مهجتكم ومغلة العين لا تزجوا بهؤلاء الأطفال إلى جبهة القتال لا تسمعوا لهؤلاء المليشيات الذين الذي جعلوا الذي جعلوا الحق باطلا والباطل حقا لا تعوا لا تعيوا لما يقولون لا يغرر إنكم نحن نرحب بكم سواء في محافظة مارب أو غيرها من المحافظات من 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 زاد عليه الضغط من هؤلاء الآباء فنحن نرحب بأولادهم فلينزلوهم ويتواصلوا معنا الى محافظه مأرب وسنتقاسم لقمه العيش لا لا تزجوا باطفال اليمن الى الى معارك خاسره من اجل من اجل مشاريع عفى عليها الزمن يا اخي نعم اضف الى ذلك يعني انه المواجهه الفرديه لرغبات التجنيد التي تمارس الميليشيا ايضا لن تفيد إلا أن يقوم المجتمع ويتكاتف الآباء جميعهم لا ينتظر كل أب وكل أسرة أن يترك بابها أي أسرة تتعرض لضغوط لتجنيد أطفالها يجب أن يخرج أهل القرية جميعا لرفض هذا الأمر وأهل الحي والمنطقة أيضا المحامي والناشط الحقوقي عبد الله الموساي شكرا جزيلا لك كنت معي من محافظة مأرب إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة أعزائنا المشاهدين نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام الطفل الناجي من التجنيد والأسر نشمي الكميم الحمد لله على سلامتك تم الرصد في أمان الله